والسياسه تش الخير هذا تش اللوينات تش الزاز ياك اخويا شي حاجه معاش راه عشقنا اخويا تش اللوينات اخويا شي تبارك الله راه عطينا بعدا الوصف يا ناس يا حباباتي خالاتي عشق الاناقه والنخوه هذا خويا مهدي جلابات الحضور هذه جلابات الحضور لبسه حسبيه وفاش وفي المبرد لا مسنين ياك اخويا المبرد لا مسنين اتينا اخويا اتينا برعنا برعنا السي حسن غاتكون شي ثمن ديال الهوت ياك ثمنها وتا ما كاين لا 1500 لا 1300 لا 1200 انت غتسمع الثمن غيضرب على بال على مولانا السي حسن أرخ غير والله هذه راه مبرار غلو غادي في لاموسلين حسبيه غزاله راقيه الله يعطيك الصحه ودي حسن الشي كيغوت ارشي ما بين الزويقه ديالها رائعه هادي تجي قفطان بالطنج لبد الحضور تكشيطه هادي حط المقص وفكر كي بغيتي كيما العاده كيما كنقولوا صالح لكل شيء كيف ما كيف ما غيك اللي بدا غيك اللي بدا الله 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 يا ربي الله ترى لوحه فنيه لوحه بالنسبه لخوتنا خويا مهدي راه ممكن انك ما عجبكش مثلا ولكن الروم هو ما تذكروش عليه ولكن اللي عنده شي ذوق سبيسيال مشيو معاه بحال دابا هادي كيمشي معاه لوغوش كيمشي معاه الموطار كيمشي معاه ماغو اي لون كيمشي معاه الكحله باس ديالها شي تبارك الله معشق اخويا لا اخويا مهدي هادي باش حتى الثمن غيكون ثمن معشق انت شو مع لا باز نواغ اللبسه كتبدل كاع الشهر شو مع لوغوش تبارك الله الارضيه ديالها كحله شدها السي حسن واش على الضوء ضروري ضروري كلشي على الروم اخويا تبارك الله راك منور لي الله على البلوغوا شوفوا لي البلوغوا كي داير الناس اللي كتبغي اللبيسه وما باغاش تقلي ما باغاش سواغوفسكي لبيسه غزاله جلابه دو بياس هذه الا بغات تقلي دخلوا في الخياط ياك السي حسن دخلوا في الخياط الزواق في الكاترفيل في التعصاب ما بالحرير كتجي شي حاجه ثاني زوينه لا راقيه راقيه صراحه معشقه 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 شو شو النوار هذا بهذا الموف هذا شو شو هذا واش بلونوي ولا نوار بلونوي بلونوي يعطيك الله الصحه والتحت شوف لي مع هذا الموف هذا كي جا غزال راه يبان لك مرشوش الموف مرشوش في الموتيف ديالها شتي ها انت اللي كنت توضيح ها هو لو موف تبارك الله فين مرشوش السي حسن فين دار ليه الغابيل في القفيطين ديالها ما بغيتش نخدم لها داك غير ما بغيتش نخدم لها الموف قلت لها داك لا حتى داك البلونوي غتجي طون سيغ طون طافي هذا داك الموف هو اللي عطاها بلوس داك مالا مولا تبغى دير تروبيس مع داك الكريم مفتوح اوه عاوتاني تحل عاوتاني تروبيس ماشي مشكل يجيو الافتتاحات في الجنب ويجي داك الشيء كيغوت هذا ثاني واحد اللي قال لي عاوتاني شي واحد اللي قال لي انا ودي حسن هادشي باش قال اخويا مهدي وهادشي هذا الثمن ديال الصباح عاوتاني هذا واحد الثمن اكسبسيونيل اللي غيكون هو درهم الله اكبر بصحتك 700 درهم والله اللي كتبت ليلى دات الهوته الله يسخر لها هي جلابه دو بياس تكشيطه غزاله 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 صراحه غزاله لوين اطراقيين موتيف غزال شو 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 هاد الزويقه اللي ما ضيعاش شي حاجه جديده في السوق ورواقيه وكنت نقولوا الخياطه عرفتي هذه شي جلابه دو بيس كيطلع وتدخل دوك اللوينات في الخياطه ويلي ويلي وي 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 عشق الهمه والشان الله يا ربي الله واسي حسن انت شاد الزاز عندك كيكين باش شامبان المسكي انت شاد الزاز حسن احنا خويا العشق شوف تبارك الله مشارينا لهذا اللوين هذا ها هو الشيء هو اللي دار في القفطان بدل الموتيف كاع بصفه نهائيه كاين ثاني هذا البلو هذا ثاني اخويا مهدي اخويا هذا بلو جا شويه فتح على هذاك اللي داز الاخر جا داكن شوف هذا مع الغوز عاوتاني والكري والباج الله 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 يا ربي اللهم بارك ما كنصلاش فيهم ومن داك الثمن راه خلي لي نقول انا 700 درهم ومبرات الحرير ودي السبخي ولوينات مكركعين ولو ولو نطرا في لوفا ياك 3 متر ما كاينش جونس 3 متر 3 متر 3 متر ما كاينش جونس 3 متر شو هذا ثاني كيداير الاخر مبخر الاخر هذا لا باز نواغ ولكن شو الكوغاي اللي خرج منه كيفاش جا كيغوت تبارك الله هادي واخا كون جات بلا باز نو غتجي زوينه ولكن ملي درتي لها هاد لا كولور لا لا خديت لها هادي باش جات تحلات لي صافي ما عندي ما غادير لها ثاني النوار كدير لها ما عندي ما نقول اخويا والله يا ولد كتخلي لنا ما نقولوا السي حسن والو كيف ما كنقولوا كيف ما كيف ما شوف غير اللي بدا غير اللي بدا شوف شو المعنى ولبيسه في المستوى خويا مهدي سمعتيني غاديرها جلابه غاديرها قطام غاديرها كيمونو كيف ما بغات تخدمها كتخدمها والثمن ب 700 درهم يعني هاوته لا تعوض و جيم شي بارطاج و تهلاو فينا و بون ويكند